السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على فطريات الاظافر. جاني واحد السؤال ديال موضوع فطريات الاظافر، الاسباب ديالو والعلاج ديالو ان شاء الله. بالنسبه لفطريات الاظافر، كيتكون بسبب واحد الميكروبات، النوع ديالهم فطريات شامبينيون، كيلصقوا في الظفر خصوصا في داك الخط الفاصل بين الظفر واللحم، ومن خلال التكاثر ديالهم والطغيان ديالهم كيسببوا داك التاكل في الظفر وكيتشوه وكيولي مريض. كما كتعرفوا الجسم ديالنا مليء بالميكروبات، فما كاينش غير الميكروبات الضاره بل حتى الميكروبات يعني الصالحه للاعضاء ديالنا. البشره ديالنا حتى هي عامره بالميكروبات، ولكن عندها واحد الوظيفه، وبدون دوك الميكروبات المفيده البشره ديالنا ما غتكونش كما هكا، يعني غيكونوا فيها بزاف ديال المشاكل. هاد الفطريات هادو ملي كتلقى واحد الوسط او لا واحد العوامل او لا واحد الاشياء تغذي عليهم وتزيد الطغاء بسببهم، كتولي طاغيه بزاف وكتولي كتمرض الظفر اكثر ما انها تفيده. هاد الفطريات هادو كيتسموا بالانجليزيه اونيكوميكوسيس، يعني تاكل الاظافر بسبب الفطريات. هادو كيتكونوا كما قلنا ملي كيكونوا بعض العوامل بحال العرق، يعني كيكون الواحد كيعرق بزاف، بحال عدم التهويه خصوصا في الاصابع ديال الرجلين اكثر من الاصابع ديال اليدين، كيكونوا ديما يعني في التقاشر وفي الصباط وديما لابسينهم تقريبا النهار كامل، فداك النقصان التهويه كيخلي ان دوك الفطريات يزيدوا يطغاو وكيحفزهم على الانتشار وعلى الامراض ديال الاظافر ديالنا. ايضا الناس اللي فيهم السكر وما كيتقاد لهمش مزيان، حتى المناعه ديالهم كتكون ضعيفه، حتى هادو من العوامل اللي كيخليو دوك الفطريات يطغاو بزاف ويمرضوا لنا الاظافر ديالنا. كذلك الناس اللي كيكونوا في المسابح ولا ديما كيتعاملوا مع الماء، يعني ديما يدهم في الماء ولا الاصابع ديال الرجلين ديالهم في الماء، حتى هما معرضين للاصابه بفطريات الاظافر. هاد الفطريات هادو ملي كيلقاو داك الكيراتين اللي كاين في الظفر ديالنا كيبقاو ياكلوه، فاش كياكلوه كيطغاو وكيزيدوا يعيشوا يعني اكثر واكثر، فكل ما كلاو من داك الكيراتين ديال الظفر ديالنا كل ما كيزيدوا يطغاو. فهاد العوامل كما قلنا ملي كتجتمع كتخلي ان دوك الفطريات يشدوا الظفر ديالنا وياكلوه بزاف ويمرضوه. وهناك عده انواع، مثلا الا لقيتي الظفار ديالك اللون ديالو خضر او لا كحل، فهنا دوك الفطريات تزادوا معاهم بكتيريا، يعني كاين واحد العدوى بكتيريا تقدر تحتاج بالاضافه الى الدواء ديال الفطريات دواء اخر ديال الميكروب وديال البكتيريا. كاين حالات فين كيتشقق فيهم كاع الظفر، يعني كيولي متاكل بزاف ويعني ضعيف لدرجه انه كيتشقق وكيبدا كيتفرتت، وبعض الاحيان يعني كيولي سميك بزاف غليظ بزاف بسبب يعني داك الضرر اللي وقع عليه بهاد الفطريات هادو. اما بالنسبه للعلاج فهناك علاجات منزليه وهناك علاجات صيدلانيه. الصيدلانيه غادي يعطيها لك الطبيب، كاين بعض الاقراص وبعض البومادات اللي كينفعوا في هاد الفطريات هادو، بحال اللي فيهم ماده كيتوكونازول هذه مضاده للفطريات، او لا ميكونازول. اما بالعلاجات المنزليه فغتلقى بزاف ديال المواد بحال بيكربونات الصودا، ممكن الواحد يخلطها مع شويه الماء ويبقى يرقد فيها شويه الصبعان ديال يديه، فكيخلي داك الوسط اللي كيعيشوا فيه الفطريات قاعدي اكثر وما كيقدروش يعيشوا فيه بزاف. فالبيكربونات الصوديوم مع الماء تبقى دير فيها شويه الصبعان ديالك يعني مده ربع ساعه او ثلث ساعه، كينقي شويه داك الوسط اللي عايشين فيه دوك الفطريات. ثاني حاجه وهي الثومه، فاحيانا يعني ممكن دهن دوك الاظافر بشويه ديال الثومه، فحتى هي مضاده للبكتيريا والفيروسات والفطريات، يعني مضاد حيوي طبيعي مفيد جدا للجسم ديالنا. وكيقولوا حتى زيت شجره الشاي حتى هي مفيده لدوك الاظافر المتضرره بالفطريات، يعني ممكن دهن الاظافر ديالك بديك زيت شجره الشاي وتداوم عليها واحد المده حتى يصفاو الاظافر ديالك. اذا كانت هذه حلقه مختصره على فطريات الاظافر، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الموضوع. نضرب لكم موعد الى فيديو اخر ان شاء الله. منا الف سلام.